ينضم إلينا من عمان محلل أسواق مالية في إكويتي جروب سركيس نزار للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. أهلا وسهلا بك معنا سركيس. إذا من الواضح القوة التي تمتع بها مؤشر الدولار وكيف ضغط على معظم أو جميع العملات بالمقابل. نبدأها اليوم يعني بتوقعات لأداء الدولار خلال تعاملات هذا الأسبوع. نهاركم سعيد. بالفعل شهدنا ارتفاعات كبيرة جدا للدولار الأمريكي ليتم تداول مؤشر الدولار عند أعلى مستوياته منذ نحو عقدين من الزمن، حيث تم تداول مؤشر الدولار فوق 113 نقطة بعدما قام الاحتياط الفيدرالي برفع الفائدة. ليس هذا فقط بل الإشارة إلى الاستمرار برفع الفائدة، ربما سنشهد أسعار فائدة مع نهاية هذه السنة حول 4% أو أكثر حتى في عام 2023. نعم. تشير توقعات CME Group لاحتمال فائدة قد تصل إلى 5%، وهذا الأسبوع نحن ننتظر العديد من البيانات الاقتصادية، العديد من التصريحات التي تشمل تصريحات من رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومع نهاية هذا الأسبوع سنكون أيضا مع مؤشر كورك بي سي اي وهو مؤشر التضخم الذي يعتمده الفيدرالي لتحديد سياساته النقدية، مما قد يكون له تأثير كبير على الدولار الأمريكي، لأن مؤشر بي سي اي سينعكس على الأرجح على توقعات الاحتياط الفيدرالي، وبالتالي قد يتأثر الدولار في أي تغير مفاجئ في قيمة هذا المؤشر. نعم سركيس، يعني عن باقي العملات ونبدأها أيضا باليورو لهذا اليوم. إذا دعوات من أعضاء المركز الأوروبي إلى الاستمرار برفع أسعار الفائدة لإنقاذ عملة اليورو التي بقيت دون مستوى التعادل مع الدولار. هل من المتوقع أن يقوم المركز الأوروبي بقرارات حاسمة يعني ترفع من مستويات اليورو خلال الفترة المقبلة ونحن في الأسبوع الأخير من تعاملات هذا الشهر؟ بالفعل انخفاضات كبيرة جدا لليورو ليتم تداوله صباح هذا اليوم عند 95 سنتا أمريكي قبل أن يعاود تحقيق بعض الارتفاع. في الحقيقة اليورو تحت ضغط هابط ملموس، وهذا الضغط الهابط بالفعل التوقعات بأن يدخل اقتصاد منطقة اليورو في ركود اقتصادي، قد يكون ركود اقتصادي طويل الأمد. الآن حتى رفع الفائدة من البنك المركزي الأوروبي قد يكون له تأثير بالفعل على تحركات اليورو، قد يوقف الانخفاضات، لكن باعتقادي هذا التوقف قد يكون بشكل مؤقت، لأن الظروف التي تضغط على اليورو تحديدا متنوعة، لا تشمل فقط الفروقات أسعار الفائدة بين الاحتياط الفيدرالي وكذلك المركز الأوروبي. في عندي مشكلة السندات في منطقة اليورو، السندات فروقات العوائد ما بين ألمانيا وإيطاليا التي ننتظر فيها قرارات سياسية حاسمة خلال الساعات أو الأيام المقبلة. هذا كله يضغط بشكل عام على اليورو الذي يعاني أيضا من توقعات أن نشهد تفاقم في أزمة الطاقة، توقعات أن نشهد ركود طويل الأمد بل ركود تضخمي في عدة دول في منطقة اليورو. لذلك حتى لو رفع البنك المركزي الأوروبي، وأتوقع فعلا أن يرفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة خلال هذه السنة، لكن هذا الرفع قد يكون تأثيره مؤقت، أو أقصد تأثير إيجابي على اليورو، تأثير مؤقت قبل أن يعود لاتجاه الهابط الإجمالي. نعم، يعني سركيس الارتفاعات الحاصلة في معدلات التضخم بالمنطقة الأوروبية هي التي تحدد أداء اليورو خلال هذه الفترة. إذا ما تحدثنا عن القرارات المخالفة لقرارات معظم البنوك المركزية برفع أو تخفيض أسعار الفائدة، نذهب إلى تركيا. نلاحظ الليرة التركية تواصل حالا من التراجعات والوصول إلى مستويات 18 ليرة مقابل الدولار. بالفعل ضغوطات هائلة شهدتها الليرة التركية على مدى هذه السنة، لتكون الليرة التركية واحدة من أكثر العملات سوءا في الأداء أمام الدولار الأمريكي، 18.4 ليرة لكل دولار أمريكي واحد، وأتوقع أن نشهد المزيد من الانخفاض، لا أستبعد أن نصل مستويات 19 ليرة لكل. مفاجأة البنك المركزي التركي الأسبوع الماضي عندما خفض الفائدة 100 نقطة أساس استغربها المستثمرون. نحن نتكلم عن التضخم في تركيا وصل لأكثر من 80%، وهنا يرى العديد من الخبراء والاقتصاديون بأن البنك المركزي التركي قد لا يكون في الطريق الصواب في خفض مستويات التضخم التي ارتفعت لمستويات قياسية، وبالتالي انعكس ذلك على شكل قلة أو انخفاض الثقة في الاقتصاد التركي، وتأثرت الليرة التركية بذلك سلبا.
ما لم نشهد قرارات سياسية، ما لم نشهد تدخلات من البنك المركزي التركي، فأعتقد بأن الضغط الهابط يتواصل على الليرة التركية خلال الفترة المقبلة. نعم، سركيس، ماذا عن العملات الآمنة، الملاذات الآمنة من العملات كالفرنك السويسري والين الياباني؟ لاحظنا حالة من التذبذبات، وهنا يأخذنا الحديث مباشرة إلى هل فعلا وصل الدولار إلى أعلى قمة من يعني من الممكن أن يصل إليها في ظل هذه الظروف الموجودة في الأسواق؟ لا أعتقد بأن الدولار وصل قمة. إذا شهدنا انخفاضات في الدولار فأعتقد بأنها ستكون انخفاضات تصحيحية قد لا تكون على مدى زمني طويل. مؤشر الدولار عند 113 نقطة، أتوقع أن نشهد مؤشر الدولار عند 115، بل هنالك بعض التوقعات أن نشهد الدولار عند أعلى مستويات له منذ عام 2001. عم بتكلمنا في مستويات قد تصل إلى 120 نقطة للدولار الأمريكي، مما قد ينعكس على عملات الملاذ الآمن كما تفضلت. لكن هنالك ملاحظة على الين الياباني. الأسبوع الماضي أعلن بنك اليابان المركزي تدخله المباشر في أسواق العملات من أجل رفع قيمة الين الياباني بعد انخفاضه بشكل كبير. هذه الحالة أتوقع أن تؤثر على أسواق العملات، ويجب أن أشير أيضا بأن البنك الوطني السويسري هو من البنوك التي تتدخل مباشرة في الأسواق المالية وفي أسواق العملات على وجه الخصوص لجعل سعر صرف الفرنك بما يناسب الاقتصاد السويسري. بالتالي دخلنا حاليا مرحلة قد يتزايد فيها نطاق التذبذب، لكن بشكل عام الدولار الأمريكي قوي وقد يبقى قوي إلا إذا تغيرت الأساسيات التي تحكم حركة الدولار، والتي أهمها فروقات عوائد السندات. أتكلم عن فرق عوائد السندات ما بين أمريكا واليابان على سبيل المثال فوق 370 نقطة لصالح السندات الأمريكية، وبالتالي هنا نلاحظ أين تتوجه السيولة النقدية. منطقيا تتوجه حاليا لطلب الملاذ الآمن إلى الدولار الأمريكي في وقت تشهد فيه الأسواق المالية حالة من المخاوف، حالة من القلق الاقتصادي. نعم، محلل أول أسواق مالية في إيكويتي جروب الأستاذ سركيس نزار، شكرا لك على كل هذه التفاصيل والمعلومات.